معنا من محافظة نينوى مراسل أخبار الآن لؤي أمين. لؤي أهلا بك معنا، آخر المستجدات التي لديك حول عملية اقتحام المدن الخاضعة لاحتلال داعش في الموصل، آخر المستجدات لديك. نعم، مرحبا بكم. بالنسبة للمستجدات، هناك استخدام للقوات الأمنية من الفرقة الواحدة الجيش العراقي المشاة، وكذلك الفرقة 16، وكذلك الفرقة الذهبية التي هي مهمتها اقتحام المدن قبل جميع القوات. هنا أريد الإشارة أن هذه القوات مع قوات البيشمركة تتمركز في 6 محاور حتى هذه اللحظة، في أسكي كلك التي لا تبعد 40 كيلومتر فقط، وكذلك في مدينة تلسقف ونوران. نوران هي أقرب نقطة تقريبا مع محور الخازر، هي لا تبعد سوى 18 كيلومتر عن مركز مدينة الموصل، وهناك محور الخازر، وهناك القوير الذي لا يبعد سوى يعني 50 كيلومتر. وصل البارحة إليها الفرقة 9 المدرعة التي ساهمت في تحرير القيارة، وكذلك في تحرير الشرقاط، وهنالك جنوب الموصل مدينة القيارة يتحشد فيها الفرقة 15 وقيادة عمليات نينوى. هناك استعدادات كبيرة. اليوم قبل قليل وصلت فرقة كاملة مدرعة ومشاة الفرقة 70 من القوات البيشمركة، جاءت من السليمانية متوجهة نحو يعني شرق مدينة الموصل التي لا تبعد سوى 20 كيلومتر عن مركز المدينة. لؤي، في ظل كل هذه الاستعدادات الأمنية لاقتحام مدينة الموصل، ماذا عن السكان المدنيين الأسر المتواجدة داخل مناطق احتلال داعش؟ هل من ممرات إنسانية آمنة لخروجهم، أم داعش يجبرهم على البقاء هناك لاستخدامهم دروع بشرية؟ نعم، الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة قامت بفتح أكثر من مخيم على أطراف مدينة الموصل لاستقبال النازحين، ولكن هناك مشكلة في خروج هؤلاء النازحين. يوم أمس وقبله انتشرت عناصر داعش بكثافة في الشوارع لمنع خروج أي شخص من المدينة، وكذلك لمنع هروب عناصره، لأن هناك في الخمسة أيام الأخيرة تم هروب يعني العشرات من عناصره من داخل المدينة، يهربون باتجاه سوريا من يعني قبل وقوع عملية تحرير الموصل. ماذا يعني في أقل من دقيقة لؤي، ماذا عن الانشقاقات بين صفوف داعش داخل مدينة الموصل؟ هناك أنباء كثيرة أنها متزايدة جدا الآن. هناك عملية دائما يعني قبل عملية معركة الموصل حصلت هناك انشقاقات، أبرزها حصل يوم أمس عندما قام مجموعة يعني حوالي 50 شخص بالاقتحام مقر والي مدينة الموصل والاشتباك، وحصل هناك مقتل أكثر من 58 شخص. المعروف أن أبو عمران العقيدي وهو قائد هذا الانشقاق أراد من هذا الانشقاق أن يعني يسلم مدينة الموصل إلى قوات الجيش والبيشمركة دون قتال، وهناك حالة من الهلع في صفوف داعش، يعني لا توجد انعدام الثقة بين صفوفه. حصل أكثر من هذه الحالة، حصلت لأكثر من مرة، أبرزها كان يوم أمس، يعني انشقاق كبير حصل، وتم يعني مداهمة المكان الذي كان يوجد فيه والي الموصل، الوالي الخاص بداعش في مدينة الموصل. نعم. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه المعلومات من نينوى، وحدثنا مراسل أخبار الآن لؤي أمين.